نحن حنبلش قبل يعني أصوليا وأخلاقيا بتكريم سعادة السفير رئيس المؤتمر، وبعدين الوفود والشخصيات اللي حتتكرم بالمؤتمر يعني إن شاء الله بتكون من بعدها. كمان حقيقة المنظمة العالمية لحقوق الإنسان وسفرتنا بالأردن أردنا أن نقدم درع السلام العالمي لسعادة السفير علي برو. السيد أحمد السلطاني مدير منظمة بلاد الرافدين الأمريكية فرع العراق يقدم درع التمييز للسفير علي عبدو برو. السيد فلاح حسن حميد يقدم أيضا درع التميز للسفير طارق حفيظ آغا، يتسلمه سعادة السفير علي عبدو برو، فليتفضل.